بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الجزء الثالث في المحاضرات الاونلاين بتاعتنا. اخدنا المرة اللي فاتت، احنا خدنا اول حاجة خدنا انترودكشن عن الفارماكولوجي، وخدنا الروتس اوف ادمنستريشن. بعد كده دخلنا في مقدمة بسيطة عن الانتيبيوتكس، اخدنا جزء منها اللي هو البيتا لاكتام انتيبيوتكس، وما كملناش باقي جزء الانتيبيوتكس. بالنسبة للانتيبيوتكس او المضادات الحيوية سنة اولى، اللي يهمني فيها ان انا اعرف يعني ايه كلمة انتيبيوتك، او يعني ايه كلمة مضاد حيوي، اعرف ايه هي البيزكس او ايه هي الاساسيات الخاصه بالانتيبيوتيك. يعني ايه لما اسالك عن الاستابيليتي بتاع الانتيبيوتيك، اسالك عن السولابيليتي، اسالك يعني ايه كلمه انتيبيوتيك ريزيستنس، يعني ايه ان انا اخدت مضاد حيوي معين والمضاد الحيوي ده حصل منه ريزيستنس او مقاومه، او ان هو ما ادانيش التاثير بتاعه او المفعول بتاعه اللي احنا سميناه انتيبيوتيك ريزيستنس. فبالتالي مش مطلوب منك حفظ اي اكزامبل في الانتيبيوتيك، سواء الجزء اللي هو اتشرح او الاكزامبلز اللي احنا شرحناها او باقي الاكزامبلز الموجوده في الانتيبيوتيك، لان الكلام ده هينطبق على المضاد الحيوي بجميع انواعه. فبالتالي كل المطلوب منك في الانتيبيوتيك هو البيزكس، الاساسيات اللي احنا شرحناها فيما تخص الانتيبيوتيك او معنى كلمه انتيبيوتكس والحاجات الخاصه بيه، لكن اي اكزامبل مش مطلوب منك تحفظه خالص. حتى برضو اللي هو الجزء الخاص بالبرنسبل، البيسك برنسبل بالنسبه للانتيبيوتيك، ده مطلوب منك للفهم بس، اللي هو الاستابيليتي والسولابيليتي والتايم ديبندنس، والحاجه الرابعه اللي هي الانتيبيوتيك ريزيستنس. يبقى احنا كده ده المطلوب منك في جزء الانتيبيوتيك، قلنا ده للفهم بس. هندخل بعد كده على الدراجز يوزد ان تريتمنت اوف تيبركلوزس، الادويه اللي بستخدمها في علاج التيبركلوزس اللي هو السل الرئوي او الدرن. نتكلم الاول عن كلمة تيوبركلوزس او معنى كلمة تيوبركلوزس يعني ايه. كلمة تيوبركلوزس اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هو السل او الدرن الرئوي، ده بيحدث فين، او المايكرو اورجانيزم اللي بيسببه هو بكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس. دي البكتيريا المسببة لمرض التيوبركلوزس، حتى اسم الديسيز جاي من اسم المايكرو اورجانيزم اللي هو بيسبب المرض. المايكرو اورجانيزم او البكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، من اسمها جي اسم الديسيز بتاع اللي هو التيوبركلوزس اللي هو السل او الدرن الرئوي. ده بيحدث فين المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس او البكتيريا دي؟ ممكن تصيب اي جزء من اجزاء الجسم، ممكن تاثر على اللنج، ممكن تصيب التراكية، ممكن الليمف نود، ممكن الجلاند اللي هي الغدد، ممكن البون اللي هو العظام. اي جزء من اجزاء الجسم ممكن يحصل له انفكشن بالبكتيريا دي، بس اكتر جزء من الجسم بتاثر هو اللنج. يبقى اللونج دي الموست كومن افكتد سايت، او اكتر مكان في الجسم ممكن يتاثر بنوع البكتيريا دي، او ممكن البكتيريا دي تاثر عليه. ليه؟ لان البكتيريا دي عشان يحصل لها كروس او عشان تنمو محتاجه مكان يكون فيه هاي كونسنتريشن من الاكسجين، كميه الاكسجين فيه تكون عاليه. المكان اللي كميه الاكسجين فيه تكون عاليه ده متوفر بس في اللونج، الابيكال اريا اوف ذا لونج اللي هي الاجزاء العليا من الرئتين. فبالتالي عشان كده اكتر حاجه بتتاثر بالمايكرو اورجانيزم ده هي اللونج. يبقى المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس او البكتيريا دي بتاثر على اجزاء مختلفه من الجسم، ممكن تاثر على الجلاند اللي هي الغدد، تاثر على البون، تاثر على الليمف نود، بتاثر على اللونج. بس اكتر جزء من الجسم هيتاثر بالمايكرو اورجانيزم ده او البكتيريا دي هي اللونج. ليه؟ لان اللونج متوفر فيها كميه عاليه من الاكسجين، ودي البكتيريا محتاجاها اصلا عشان تنمو او عشان يحصل لها جروث. ده معنى كلمة تيوبركلوزس اللي هو السل او الدرن الرئوي. قلنا اكتر جزء من الجسم يتأثر بالبكتيريا دي هي اللنج. يهمني في المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس معلومتين اتنين بس، ودول اللي ممكن يجي فيهم الاسئلة. المعلومة الاولى عن طبيعة البكتيريا نفسها اللي هي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، ان هي هايلي ريزيستنت بكتيريا. البكتيريا دي المقاومة بتاعتها عالية جدا، بمعنى ايه؟ ان انا صعب اعالجها، يعني عشان تتعالج عندها ريزيستنس او عندها مقاومة عالية قوي لكذا نوع من انواع المضاد الحيوي. يعني في انواع كتيره لما باجي اديها او اعالج بيها المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس بلاقي البكتيريا دي مقاومه ليها، فقياسا عليه بقول على المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس ان هي هايلي ريزيستنت بكتيريا. طالما هايلي ريزيستنت بكتيريا يعني بتقاوم انواع كتير من المضاد الحيوي، عشان كده لما باجي اعالج لازم ادي دراج كومباينيشن، لازم ادي اكتر من مضاد حيوي مع بعض عشان اقدر اعمل تريتمنت للتيوبركلوزس ده. يبقى دي المعلومه الاولى المهمة عندي في التيوبركلوزس، ان البكتيريا نفسها هايلي ريزيستنت بكتيريا، عشان كده لما باجي اعالج لازم ادي دراج كومباينيشن، يعني ما ينفعش اعالج بدراج واحد او بمضاد حيوي واحد.
طب ازاي بقى بعالج المايكوبكتيريوم تيبركلوزس؟ الفيرست لاين دراجز ان تريتمنت اوف تيبركلوزس زي ما احنا قلنا ان هي هايلي ريزيستنت بكتيريا، عشان كده العلاج بتاعي بيتضمن دراج كومباينيشن، ان انا بستخدم اكتر من دراج مع بعض، يعني ما بعتمدش على دراج واحد. طب بعالج بايه بقى؟ بعالج باربع ادويه مع بعض، اللي هم ايه؟ ايزونيازيد بلس ريفامبيسين بلس بيرازينامايد بلس اسامبيتول. يبقى اربع مضادات حيويه بيتاخدوا مع بعض كدراج كومباينيشن عشان اتغلب على المقاومه العاليه بتاع البكتيريا بتاعتنا. بعالج لمده قد ايه؟ لمده 6 شهور. يبقى العلاج بتاعي لمده 6 شهور، وبعالج باكتر من نوع من مضاد حيوي مع بعض عشان اتغلب على الريزيستنس او المقاومه بتاع البكتيريا بتاعتنا. يبقى عشان اتغلب على المقاومه عندي حاجتين اتنين، بدي اربع ادويه مع بعض، والحاجه الثانيه ان فتره العلاج بتاعتي 6 شهور. يبقى بعالج بايه؟ لما اقول لك الفيرست لاين دراج في تريتمنت اوف تيبركلوزس دي هتتحفظ ايزونيازيد مع ريفامبيسين مع بيرازينامايد مع الدراج الرابع اللي هو اسامبيتول، دول بيتاخدوا لمده فيرست 2 مانثس. بعد كده بكمل بالريفامبيسين مع الايزونيازيد لمده الاربع شهور الباقيين. يبقى انا بعالج بست شهور، بعالج لمده 6 شهور، اول شهرين بدي اربع حاجات مع بعض، وبعد كده بكمل الاربع شهور الباقيين بنوعين بس اللي هما الايزونيازيد مع الريفامبيسين. يبقى فيرست لاين دراج تريتمنت في تيبركلوزس ده هيتحفظ عندي. يبقى انا دلوقتي عندي معلومتين في التيبركلوزس، ان هي هايلي ريزيستنت بكتيريا، بالتالي بستخدم دراج كومباينيشن. المعلومه الثانيه ايه؟ هي الفيرست لاين دراج تريتمنت في التيبركلوزس اللي هما الاربع انواع مضاد حيوي بعالج بيهم لمده شهرين، وبعد كده بكمل بالايزونيازيد مع الريفامبيسين لمده 4 شهور. ده اللي يهمني في التيوبركلوزس. حاجه التانية اللي هي الانتي فانجل دراجز اللي هي مضادات الفطريات. في حاجات اساسيه على مضادات الفطريات اللي هي ايه؟ زي ما اتكلمنا عن اساسيات الانتيبيوتيك، نتكلم على اساسيات الانتي فانجل دراجز او اللي هي الادويه المضاده للفطريات. الادويه المضاده للفطريات ميزتها ان هي بيفضل ان هي تتاخد على معده فاضيه. ليه؟ لان بيحصل لها رابيد ابزوربشن او الامتصاص بتاعها بيبقى سريع لما باخدها على معده فاضيه او على امتي ستومك. تاني حاجه ان هي ليها لونج ديوريشن اوف اكشن، ان المفعول بتاعها بيمتد لفتره طويله. ليه؟ لان اغلب الادويه بتاع الانتي فانجل دراج بتبقى لايبوفيليك او ليبيد ان نيتشر. يعني ايه؟ يعني بتبقى الطبيعه بتاعت الدواء نفسه او الدراج نفسه بتميل ان هي تتراكم في الخلايا الدهنيه، بتحب ان هي يحصل لها ابزوربشن في الخلايا الدهنيه، او التركيب بتاعها نفسه بقول عليها لايبوفيليك ان نيتشر او ليبيد ان نيتشر. طالما هي لايبوفيليك يعني بتدوب اكتر في الخلايا الدهنيه وبتفضل موجوده في الخلايا الدهنيه لفتره طويله، فبالتالي بيبقى الديوريشن اوف اكشن بتاعتها او فتره المفعول بتاعها بتمتد لفتره طويله، فقياسا عليه بقول عليها ليها لونج ديوريشن اوف اكشن. يبقى المعلومه الاولى عن الانتي فانجل دراجز ان هي ليها لونج ديوريشن اوف اكشن، يعني مفعولها بيبقى ممتد لفتره طويله في الجسم. المعلومه الثانيه ان هي يفضل ان هي تتاخد على امتي ستومك على معده فاضيه، ان ده بيسهل او بيسرع الابزوربشن بتاعها. عشان كده دايما لما باجي اخد انتي فانجل دراج بلاقي ان في عند دايما يقول لي مثلا اخد كبسوله مثلا فلوكونازول على معده فاضيه الصبح، مثلا خد الجرعه الثانيه بعد اسبوع. ليه بعد اسبوع؟ لان الديوريشن اوف اكشن بتاعتها عاليه. دي المعلومات الاساسيه فيما يخص الانتي فانجل دراجز اللي هي مختلفه عن الانتيبيوتيك زي ما احنا شرحنا قبل كده. فيها طبعا اكتر من اكزامبل، هناخد بس اكزامبل واحد بس هو اللي هنحفظه. في من عندي اول نوع اللي هو الازول، هتلاقي اي حاجه او اي نوع من الانواع دي هتلاقي في نهايه الاسم بتاعه كلمه ازول، زي مثلا الفلوكونازول كيتوكونازول ترايكونازول بيلاقي في الاخر كلمه ازول، يبقى ده بينتمي للجروب او الكلاس اللي هي بسميها ازول. اي انتي فانجل دراج ممكن يكون ليه تاثيرين اتنين، فانجي سايدل. يعني ايه؟ يعني سايدل يعني بيعمل كيلينج، يعني هيموت الفطريات. او فانج ستاتيك يعني ايه؟ يعني بيعمل انهيبيشن للجروس، بيوقف النمو بتاع الفانجاي نفسها، اما ان هو يعمل لها كيلينج بقول عليها فانجي سايدل، او ان هو يعمل انهيبيشن للجروس بسميها فانجي ستاتيك. يبقى اي انتي فانجل يا اما يكون ليه التاثير ده او التاثير ده. في منها الازول زي الفلوكونازول، وفي منها الاكزامبل التاني اللي هو الجريزوفالفين، وده الموست كومون انتي فانجل دراج. يبقى الاكزامبل هنا اللي هيهمني ان انا احفظه لان هشوفه كتير اللي هو الجريزوفالفين، ده بستخدمه في الموست كومون فانجل انفكشن، بستخدم في حالات كتير جدا، بيعالج السكين والهير والنيل انفكشن، يعني اي فانجل انفكشن على الجلد او الشعر او
الاظافر هو ممكن يعالجها، بستخدمه ايه الصدام بتاعه او منتشر على مدى واسع، فبقول عليه هو موست كومن انتي فانجل دراج، ممكن استخدمه في علاج الفانجل انفكشن، وده بيتاخد اورال. يبقى ده الموست كومن انتي فانجل دراج هو الجريزوفالفين. يبقى المعلومه الحاجه المهمه عندي هنا في الانتي فانجل دراج هنحفظ اكزامبل عليها اللي هو الجريزوفالفين. يبقى ده الموست كومن انتي فانجل دراج، بستخدمه في السكين والهير والنيل انفكشن، وبيتاخد عن طريق الاورال راوت. يبقى دي ده الاكزامبل اللي هيتحفظ عندي اللي هو الجريزوفالفين. البارازيتك انفكشن بقى اللي هي الادويه اللي انا هستخدمها في علاج البارازايت اللي هي الطفيليات، في عندي اكتر من نوع من البارازيتك انفكشن. هناخد الحاجات اللي هي المهمه او اللي هنتعرض لها كتير ونحفظ اكزامبل واحد من كل نوع. عندي اول حاجه تريتمنت اوف اميبيزس اللي هو علاج الاميبا او الاميبك ديزنتري اللي هي الاميبا الدوزنتريا، دي اهم نوع عندي اللي هو الاميبيزس او الاموبك ديزنتري. دي بستخدمها بعلاج ايه؟ بستخدم في علاجها المترونيدازول او الفلاجيل. يبقى اهم دراج عندي هيستخدم في علاج الاميبا او الاميبيزس هو المترونيدازول او الفلاجيل، وده هيتحفظ. يبقى لما اقول لك دراج يوز ان تريتمنت اوف اميبك ديزنتري او اميبيزس هيبقى مين؟ هيبقى المترونيدازول او الفلاجيل. يبقى نحفظ ايه هو الدراج اللي هستخدمه في علاج الاميبيزس او الاميبك ديزنتري اللي هو المترونيدازول او الفلاجيل. طيب لو انا شخص عنده ديدان بعالج الديدان بايه؟ طبعا عندي كلاسس كتيره، هنحفظ نوع واحد اللي هو الالبندازول. يبقى الالبندازول ده بستخدمه في تريتمنت اوف وورم انفكشن، يبقى ده انسليمنتك مضاد للديدان. يبقى انا ممكن مثلا اكتب لك السؤال ازاي؟ البندازول از انتي فانجل دراج. طبعا دي صح ولا غلط؟ دي غلط، لان الالبندازول انسليمنتك دراج او بستخدمه في تريتمنت اوف وورم انفكشن، يبقى هو مش انتي فانجل ولا هو انتي بايوتيك. يبقى الالبندازول ده نحفظه، معروف ان هو انسليمنتك دراج، ان هو بيستخدم في تريتمنت اوف وورم انفكشن اللي هو علاج الديدان. برضو هيبقى نفس الكلام منطبق على عليه ان هو بيتاخد برضو على معده فاضيه، بيبقى الدوريشن اوف اكشن بتاعته برضو لونج دوريشن اوف اكشن زي الانتي فانجل، لكن هو مش انتي فانجل. يبقى الالبندازول ده اكزامبل على الدراجز اللي بتستخدم في علاج الورم انفكشن اللي هو الديدان، وبسميها انسليمنت. الادويه اللي بستخدمها في علاج الشيستوسوما او البلهارسيا هنحفظ منها مثال واحد اللي هو البرازيكوانتيل. يبقى البرازيكوانتيل ده انتي شيستوسوميزس، ده بيستخدم في علاج الشيستوسوما او البلهارسيا. في بعض المصطلحات المهمه ممكن تقابلنا برضو بالنسبه لشغلنا كتمريض، هتفرق معانا برضو ان انا اكون فاهم المعنى ده. كلمه سينرجيزم، يعني ايه كلمه سينرجيزم؟ يعني بمعنى ان انا اخد دواء مع دواء تاني، الاثنين ما لهمش دعوه ببعض، وفي واحد فيهم او دواء فيهم زود تاثير الدواء اللي اتاخد معاه، فدي بسميها سينرجيزم. بمعنى ان الدراج انكريز اور برولونج ذا افكت اوف انذر دراج، ان انا خدت دواء مثلا معين دراج ايه مع دراج بي، دراج بي ده زود تاثير دراج ايه، خلى المفعول بتاعه بقى زياده او زود تاثيره، فدي بسميها سينرجيزم. دي ممكن تجي لك في صوره ايه؟ تعريف، ان انا اقول لك سينرجيزم وين ادراج انكريز اور برولونج ذا افكت اوف انذر دراج، لما دواء يزود تاثير او مفعول دواء تاني، دي بسميها سينرجيزم. تاني حاجه كلمه انتاجونيزم، انتاجونيزم يعني تعاكس او تضاد، يعني ايه؟ يعني لما دواء يعكس او يقلل تاثير دواء تاني، يعني دي عكس السينرجيزم. يبقى كلمه انتاجونيزم يعني ايه؟ وين ادراج انتاجونايز اور ديكريز افكت اوف انذر دراج، لما اخد دراج يقلل او يعكس تاثير الدواء اللي اتاخد معاه، يعني بيلغي تاثيره او يقلله خالص، يعني يلغيه خالص او يقلله، دي بسميها انتاجونيزم. كلمه توليرانس يعني ايه؟ يعني انا خدت مثلا حبايه للصداع عشان تعالج الصداع، انا عندي صداع خدت حبايه للصداع، الحبايه دي ما عالجتليش الصداع، دي بسميها توليرانس. كلمه توليرانس يعني ايه؟ يعني unusual resistance to the therapeutic drug dose، يعني انا خدت الدواء بالجرعه المظبوطه وما عملتش معايا حاجه او ما عالجتنيش، فدي بسميها ايه؟ توليرانس او loss of therapeutic effect، يعني حصل loss للمفعول بتاع الدواء ده على الرغم ان انا اخدته عند الجرعه المعتاده او الجرعه الطبيعيه بتاعته، دي بسميها كلمه توليرانس. يبقى توليرانس يعني ايه؟ unusual resistance يعني في عندي مقاومه او في عندي loss للثيرابيوتيك افكت، الدواء ما ادانيش التاثير بتاعه او الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه على الرغم ان انا اخدته عند النورمال دراج يوز. كلمه كيوميليتيف افكت، كيوميليتيف افكت يعني ايه؟ يعني تاثير تراكمي، يعني ايه؟ يعني الدواء اللي انا باخده ده عنده افينيتي او عنده قابليه ان هو يتراكم في الجسم، يتراكم مثلا في الكدني، يتراكم في الليفر اللي هو الكبد، يتراكم في البون اللي هو العظم، يتراكم في الفات تيشو،
يعني او يحصل له اكيوميليشن في اي جزء من اجزاء الجسم، فده بسميه ان الدراج ده ليه كيوميليتيف افكت، اللي هي افينيتي اوف دراج تو اكيوميليت ان اورجانز ماسل اور فات. يبقى انا عندي 4 تعريفات مهمين دول ممكن يجوا لي كتعريف. يبقى كلمه سينرجيزم ان دراج انكريز ذا افكت اوف انذر دراج، دراج او دواء زود تاثير دواء تاني، دي بسميها سينرجيزم. طب دراج ديكريز ذا افكت اوف انذر دراج، دواء قلل تاثير دواء تاني، دي بسميها انتاجونيزم. طب كلمه توليرانس يعني ايه؟ يعني ان حصل لوس للثيرابيوتيك افكت، او ان الدواء فقد المفعول بتاعه عند الجرعه الطبيعيه او الجرعه المعتاده، فدي بسميها توليرانس. طب دواء عنده قابليه ان هو يحصل له تراكم في الجسم، سواء بقى في العضلات، سواء في الخلايا الدهنيه، سواء في اي عضو من اعضاء الجسم، فده بسميها ان الدراج ده ليه ايه؟ كيوميليتيف افكت. الحاجه الثانيه برضو اللي هي ممكن تقابلكم كتير، ان انا مثلا في كونديشنز معينه بيبقى مفروض عليا ان انا ادي الدراج بروت اوف ادمنستريشن معين. يعني سي مثلا واحد عنده جي اي تي ديستربنس، واحد عنده مشكله في الجي اي تي، واحد عنده نوزيا، واحد عنده فوميتنج، عنده قيء او ميل للترجيع، واحد عنده دايريه، يعني عنده جي اي تي ديستربنس، كل دول بسميهم جي اي تي ديستربنس، يعني في مشكله في الجي اي تي، عنده اي دواء اي حاجه بياكلها عنده قابليه ان هو يعمل فوميتنج او يحصل قيء للحاجه دي. يعني لو واحد عنده مشكله في الجي اي تي وعنده مشكله ان في قابليه للترجيع او عنده اسهال، فبالتالي اي دواء هياخده عن طريق الجي اي تي سواء مثلا اورال او الريكتال او اي حاجه عن طريق الجي اي تي هيبقى عنده الدواء ده هيحصل له سواء ان هو حصل ترجيع او حصل اسهال، فبالتالي الدواء ده مش هيدي مفعول. ففي الحاله دي الاورال راوت از نوت بريفيرد، مش ما يفضلش ان انا اديله ايه حاجه عن طريق الاورال راوت، لان كده الدواء ايه ده هيحصل له لوس، لان هو جسمه مش هيستفيد منه. لو اخده عن طريق الاورال ممكن يحصل فوميتنج، فبالتالي ايه يفقد الدواء. لو اخده برده ريكتال ممكن يحصل دايريا، فبالتالي ايه الدواء برده مش هيديني ايه المفعول بتاعه. يفضل في الحاله دي ان انا ادي ايه بارنترال ادريه عن طريق الحقن، سواء بقى اي في اي ام او سب كيوتينيوس. يعني في حاله الجي اي تي ديستربنس مش مفضل ان انا ادي عن طريق الاورال راوت نهائي، يبقى الاورال راوت از نوت بريفيرد. يفضل في الحاله دي ان انا ادي ايه بارنترال راوت. طب في الانتنسيف كير يونت اللي هي العنايه المركزه، طبعا الناس اللي بتبقى في العنايه المركزه مثلا بيبقى اغلب الحالات في غيبوبه او عنده مضاعفات او يبقى فاقد للوعي، فبالتالي ما يفضلش ان انا ايه افضل حاجه عشان ان انا اعالج البيشنت ده، هيبقى برده البارنترال راوت هو افضل حاجه، اللي هو مثلا هديله عن طريق المحاليل، هديله اي في، هديله اي ام، اي حاجه عن طريق البارنترال راوت هيبقى ده افضل حاجه عشان اقدر ايه اعالج البيشنت اللي قدامي ده. ان زي ما احنا قلنا في اغلب الاحيان بيبقى فاقد للوعي او في غيبوبه او عنده مضاعفات، يعني هيبقى اي اذر راوت هيبقى ايه تاثيره مش هيبقى كويس او مش هيدي المفعول بتاعه. في حاله الامرجنسي اللي هي الطوارئ، طبعا افضل حاجه ان انا ادي عن طريق الانجكشن، او ان ده اكتر حاجه هتديني مفعول، لان طبعا هيبقى الانست اوف اكشن بتاعها سريع او مفعولها هيبقى سريع جدا، بالتالي اقدر الحق البيشنت. يبقى الناس اللي عندها جي اي تي ديستربنس ما ينفعش ان انا ادي لها اورال. في الانتنسيف كير يونت البارنترال راوت هو افضل حاجه. في الامرجنسي بدي عن طريق الانجكشن اللي هو برضو البارنترال راوت. يبقى الانجكشن راوت از جنرالي امبلويد، او هو افضل حاجه عندي في العلاج. الاسئله بقى الخاصه بالجزء اللي اتشرح ده، في عندي اللي هي الانتسيبتيك والديزنفكتنت. انتسيبتيك ار ايجنت ذات كوز ديستراكشن اوف بكتيريا اون ليفينج سيرفيس، طبعا دي صح. اما العكس بتاعها اللي هو الديزنفكتنت بستخدمها على النون ليفينج سيرفيس زي الاكويبمنت او الفرنتشر الاساس الارضيات. السؤال الثاني البيتادين سوليوشن ده بستخدمه طبعا للجروح والجلد والاغشيه المخاطيه. فلما يقول لي بيتادين سوليوشن از يوز فور ديزنفكشن اوف اكويبمنت اند فرنتشر، طبعا دي فولس، لان هو انتسيبتيك مش ديزنفكتنت. انتبيوتيك ار هايلي ستيبل، دي طبعا فولس. دوز اوف انتبيوتيك كان بي جيفن ات اني تايم، طبعا فولس، لان طبعا في تايم ليميت او تايم ديبندنس للانتبيوتيك. بريسكريبشن اوف انتبيوتيك فور كومن كولد اور فايرال انفكشن از ايديال، طبعا غلط، لان ده بيعمل انتبيوتيك ريزيستنس. وقلنا الاسئله الخاصه بالانتبيوتيك للفهم بس، يعني الاسئله دي مش هتيجي في الامتحان. جليزوفالفين از يوز تو تريت ذا موست كومن فانجل انفكشن اوف سكين هير اند نيل اند از جيفن باي انتراديرمال انجكشن. لحد الهير والنيل الجمله كده صح، لكن هو ما بيتاخدش انتراديرمال، ده بيتاخد اورال، يبقى الجمله ايه فولس. ريفامبيسين از يوز فور اميبيك ديزنتري اند جاردييزس، اللي احنا خدناه بيتاخد ليه الاميبيك ديزنتري هو المترونيدازول. فاي اكزامبل هكتبه لك غير المترونيدازول او الفلاجيل تبقى الجمله ايه غلط.
السؤال اللي بعد كده first line drugs in tuberculosis زي الازونازيد ريفامبيسين بيرازينامايد اند اسمبيتول، دي اللي هي الفيرست لاين. طبعا الجمله دي ترو، قلنا دول هيتحفظوا. المايكوبكتيريوم tuberculosis easily and rapidly treated and doesn't need combination therapy، طبعا الجمله دي غلط لان احنا قلنا ان هي هايلي ريزيستنت وعشان كده بعالجها بالدراج كومباينيشن، يبقى الجمله دي ايه؟ فولس. الجزء الخاص بالتعريفات اللي هي التوليرانس والكيومولاتيف افكت والانتاجونيزم والسينرجيزم، ده برضو ممكن يجي في صوره ترو فولس. برضو ايه هي الروت اوف ادمنستريشن المناسب في الحالات المختلفه، ده برضو ممكن يجي ترو فولس. ده كده بالنسبه للمحاضره الثالثه سنه اولى، وان شاء الله تكون اتفهمت كويس.